السلام عليكم، كي دايرين الحباب العائلة؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. كاين شي تبحار، كاين شي صهودات، كاين شي حرارة عندكم؟ المهم هذا العام سبحان الله العظيم الجو مكتئب، الشتا أكثر من الحرارة، ولكن الحمد لله الله يبردها علينا يا ربي. كانت واحد الموجة ديال الشتا دازت عندنا في فرنسا بعدا، ولكن على حسب اللي شفت رابارتو. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وغبورات. هذه على القناة ديالي، ما حطيت حتى شي حاجة، الحمد لله يكون شي رجوع زوين. الا كاين شي وقيت يعني ما بين الخدمة والولاد والتصوير، حاليا ما موفقاش بيناتهم، ولكن يكون خير ان شاء الله مع المدة، كل شيء على الاورغانيزاسيون، هادشي اللي كاين. المهم نتوما خبروني عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش ناش من اللايك والبارتاج، راه كتعرفوا مدة غبرت على القناة، الا ما كانش اللايك راه ما غيكونش التفاعل ولهلا يخطيكم. مهم اليوم خرجت باش ندير لي كورس في لو جور دو غوبو ديالي، لقيت هذا المحل عد حل جديد ديال الاتات وداكشي. ايوا قلت علاش لا لي ما نصورش معكم هذا المحل، صراحه شي حاجه طوب ووعر. المهم لي موبل من ليطالي وكاع الاتات وداكشي اللي حاطين هنايا، وشي حاجه من تركيا. المهم اش غنقول لكم، داكشي غزال تبارك الله، ما نقول ما نكذبش عليكم، داكشي زوين. دابا راه كتعرفوا تركيا لعبات على السوق، لا من لي كانابي، لا من لي فاز، لا من لي لوستر، داكشي تبارك الله كل شيء الالوان. يا سلام، خص غير باباهم. شوف والله يعطينا غير الصحه والسلامه، كل شيء نديروه ان شاء الله، كل شيء نديروه غير الصبر والعزيمه. انا تنامن بهذا، ندير كل شيء الى عندي الصبر والعزيمه، وان شاء الله تكون بنادم يبقى ديما في الطاقه الايجابيه. وكي قالت الاخت انتصار اليوتيوبرز ديال كندا، قالت لك القادم اجمل، اللي جاي زوين ان شاء الله يا ربي. المهم نبقاو غير في الطاقه الايجابيه، وكل شيء غادي يتحسن، وكل شيء غيدوز هو هذاك. يلا حبيبي تستمتعوا معايا بهاد الجوله هنا في هاد المغازا، اللي هي غزاله تبارك الله، وكتاخذوا منها افكار كيفاش ديروا لا ديكوراسيون في الدار ديالكم، كيفاش تناسقوا الالوان، تشوفوا حتى الصيحه اللي كاينه دابا حاليا في المحلات وفي التوسكي ايكيبمون اي موبيلي. والمهم انتم تتشوفوا تبارك الله داك الشيء غزال وزويون. وحباب كنقولها ونعاودها، ما تنساوش توركوا لي على داك الصبيع، وديروا لي البارتاج مع الحباب والعائلات ديالكم، الله لا يخطيكم. ونتمنى ان شاء الله نرجع بشي شي رجوع قوي، لان بزاف الناس كيطلبوني على لي فيديو ديال اوبيرفيلي. ان شاء الله غادي نطلع عما قريب، وغندير لكم فيديوهات ونجيب الخوتي الجديد، راه غير الخدمه اللي شداني هاد الشيء اللي كاين. والمهم نتمنى تكونوا مزيانين. يلا اختكم غيتا كتقول لكم نهاركم مبروك، ووجدوا راسكم راه الدخول المدرسي جاي، ما تستحلوش البحر بزاف، راه صافي قربنا عاوتاني للجهاد. ايوا كل حاجه بوقتها. يلا الحباب خليكم معايا، و الى عجبكم المحل خليوا لي واحد التعليق باش نعرف راسي واش باقا عزيزه ولا صافي نسيتوني. يلا اعانكم الله.